لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سنبلغة، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سنبلاغة. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز بلد؟ موزز. تشكرات سنبلاغة، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الاربعه على الاوضه. لو تكرمتم انا عايز اقعد مع السلطانه الام والحريم الاربعه بتوعي والباقي بره بره. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الأم وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعت 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة، التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب، أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها. شريط الترامادول 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا، بتدعي لي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مرت واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج. لا، انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا، هنعمل ايه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما نام في حاجات لازم أعملها. ده احنا نلمله ونخلص. أنا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وأنا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت أعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا أبلة، ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر، ونكمرهم في الكم. ده القمر ده
سكر وعسل، حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام. سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا فندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا وليه؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده برايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا وليه؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط؟ صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعال تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد اتسلى واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا، عشان سنبل فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر، صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا اناناس، فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوف صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر. طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينة يا وضيعة. كله مؤامرات كله مؤامرات. أنا هوريك. سامحني يا مولاي. أسامحك إيه وأنت شايلة لي خنجر وماشية بيه في وسط القصر؟ أرجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. اسمع، أنت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايلة لي أنا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعة.
امسك برامانتا لا يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء. انت يا زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهواني من اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ميلت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انتي اللي بتستهبلي، انتي سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش منظار. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعدة هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجات دي، لو تكرمتي اهدي شوية. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفاسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقاء دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكاته، انت مستغربتي ليه يا بنت الهبلة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغا. ماليش في الرمرمة رمرمة،
في الأطراك يا من ونشرف في الأطراك يا من ناولني يا ابن الريموتات هات